نعلن اليوم عن دورة التنافس الثانية، حيث سيتم وبموجب عقود خدمة سيرفيس كونتراكتس التي تم إعدادها من قبل وزارة النفط التطوير الشامل لأحد عشر حقلاً نفطياً وغازياً، هي حقل مجنون وحقل غرب القرنة المرحلة الثانية وحقل السيبة الغازي في محافظة البصرة، حقل الحلفاية في محافظة ميسان، حقل الغراف في محافظة ذي قار، مجموعة حقول الفرات الأوسط الكفل وغرب الكفل ومرجان، حقل شرق بغداد في العاصمة بغداد. جميع المناطق المحافظات يجب ان يكون لها حصه من قبل. لا اعتقد هذا المستوى من الانتاج هو